بسم الله الرحمن الرحيم.
صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من تحت
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان واذكر في الكتاب إدريس
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Oh,
ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.